المجتمعنا حاليا، لانه الحديث عن احمد طيب هي ذات حاله من الفرح. طابت هي حقيقة، يعني أنا بعتبرها واحة إبداع. أنا حبو ملكات وافرة جدا من كل النواحي، يعني وهدي يعني ربنا يعني صنعوا يعني فنان. وهو إنسان ضليع جدا في اللغة العربية بالمناسبة، ورجل متدين ورجل مبدع. وهو تقدم لها يعني فأمها رفضت، وبعدين هو كان أستاذ يعني ما هيته 8 جنيه يعني الوقت ده، صحيح، فعشان تعجزه قالت له داري مرة تانية. هناك عبقرية في ألحان التصوف بصورة ما طبيعية. إبراهيم عبد الجليل قال لي أنا طلقتهم بالثلاثة وعقدت لك عليهم.